عقد حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية مساء اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر العالم العامر. وقد رحب جلالة سلطان البلاد المفدى في بداية الجلسة بزيارة العاهل الأردني لسلطنة عمان متمنيا له ولوفده المرافق طيب الإقامة. ومن جانبه عبر جلالة الملك الضيف عن خالص شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. واستعرض العاهلان حافظهما الله ورعاهما خلال الجلسة مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط سلطنة عمان بشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يعزز أواصر الأخوة بين الشعبين العماني والأردني الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما نحو التقدم والرقي والنماء، إضافة إلى بحث عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، صاحب السمو السيد ديازن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وسعادة السفير الشيخ هلال بن مرهون المعمري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فيما حضرها من الجانب الأردني كل من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومعالي جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك، وسعادة السفير أمجد القهوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى سلطنة عمان.